السلام عليكم. ناخذ هسه the compound tubulo acinar gland. compound معناها الدكت مالتها متفرعة. فمثل ما نشوف هاي كلها دكت متفرعة. هاي الأفرع مالتها هاي كلها دكت وحدة ومتفرعة. زين، ونشوف السكرتوري يونت مال هاي الجلاند راح تكون عندها شكلين. هسه راح أقرب عليها، بس السكرتوري يونت مالتها راح يكون لونها ابيض، لونها فاتح. ليش؟ لانه هاي الجلاند حاليا اللي دان باوع بها هي سابلينجوال جلاند، اللي هي السليفر جلاند، تفرز سلايفا، والسلايفا اساسا لونها شفاف. فالجلاند مالتها هيك راح تصير سكرتوري بورشن اقصد. زين، هسه خلينا نقرب. قربنا هنا، ايش بدنا نشوف؟ نشوف secretory portion تكون tubular، شكلها tubular. زين، وراح نشوف secretory portion شكلها acinar، دائريات. زين، فأنا عندي نوعين من secretory unit، عندي acinar وعندي tubular، وعليه سموا الجلاند tubulo acinar gland، وهي عندها نظام من الداكت متفرع فسميناها compound.